تقول بنت الترف وهشام أم عبد المحسن بنت الشقردية تقول بنت الترف وهشام أم عبد المحسن بنت الشقردية في أولادي يفتخر وزدان وهد البيوت الحماسية في أبوهم وعياله الشجعان أهل الفعولة الرهوية أهل الفعولة الرهوية أبو عبد المحسن فيهك حيلان الطيب والجود ماريا شيخ ما هو بس مديح إنسان قلو فعل ما حد زيا مقدم الحين للضيفة راعيها لو مرحبا وحيا راعيها لو مرحبا وحيا يستاهل المدح بالقيفان أبو عبد المحسن حي طارية مناحي لا تور الدخان له وقفة ما هي عادية يرجح راع الفعولة البطولية راع الفعولة البطولية وعيالي حزامي المليان رسلهم فزعة حية نسرق احطان حية الشجعان